يا عيال ايه والله المكان ده يخوف يا جماعة. لي مع جيزان قصة. يا ولد جو. اوه سكلتن سكلتن وراي 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 وراي. لقيت دايموند زبدة، لقيت دايموند. أمه والله المهم جاكم سكلتن ترى. احلف سد ام المكان. سدة 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 والله. لا جا 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 يلعن شكله. لا وجالس يعطيها 360 بعد وهو يمشي. انت من لا انت من خراف خراف بعيد لما يسوي دي سباون. تعال سد المكان بس سكره وخله. اه تسكر علي المكان. لا لا اشوه. اوه قاعد يقول وش السالفه. لا ترى تدري ان نقدر نطقه. بيجي لك جرب انت انا ما لي دخل. طيب اصبر ما ادري اذا هو جاء. ما جاء ترى. أوه لا 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 وقف وقف هناك وقف هناك ترى وقف مكانه. طب انا اقول نقطة نرقى فوق نرقى السقف ولا ما نرقى السقف؟ تعال نرقى السقيفة. يلا نروح نشوف لنا شو اسمه احد القبائل البحر. مين دكتور كول؟ جوكر فوزي واحد ونص. فوزي واحد ونص يا رجل تونا بادين. ها ايش رايكم؟ انت من نرقى فوق ولا؟ نطلع للهواء الطلق. يلا يلا بتنفس. طب ناخذ اشيائنا معنا ولا خلينا ناخذ واحد بس؟ ناخذ واحد اخي ما ادري احس الدايموند والجولد اللي تحت ما يضيع. هو شوف شوف تدري ايش نقدر نسوي؟ نقدر نسحب السكلتن الين الفتحه الصغيره ذي ونذبحه تحت من رجلينا. وهذا يلا يلا هو يلا فكره مره كويسه. او اننا نحفظ المكان بعدين اذا رحنا بعيد بيسوي ديسباون. لا انا انا اشوف ان هذه ممكن انها تطلع خطا حياتي. ابك ابك. لا الظاهر انه راح ترى الظاهر انه راح لاني ما اشوفه. تبي تشوف انت؟ اصبر اصبر انا اشوفه كذا. لا شوف شوف جالس يدور عند المويه. عند المويه وعند اللافا. والله شوف اما انه واحد يروح يقرب من عنده عشان بس يشوفه. انا اقدر. لا 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 انتبه 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 مو من هنا مو من هنا يسار يسار. انا قصدي انزل 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 من تحت وهو يلحقني ترى اشوف اللي من جوا البلوكات فيمشي وراي وتذبحون انتم. تشوفه يا اسمايلي انه نروح له من هناك. اشوف انا وينه. شوفه تحت تحت وين؟ تحت على اليمين. ما اشوف شيء انا تحت على اليمين قدام هناك. دقيقة دقيقة اقول لك وين. تعال طيب انا بشوف ايش السالفة. اصبر يشوفه هناك عند الموية. حتى الموية ما يقدر يجي من الموية ترى على فكرة. الدايموند هناك ولا كيف؟ اي الدايموند هناك بعد نقدر نذبحه بالجرافت ترى. ممكن يعطيك ال 360 ويذبحك. ناظرك شافك شافك عادي شافك عادي شافني شافك. طب خليه يلحقني اصبر. لا ما شاف. وقف لا اعطاه نظرة كذا لف وجهه. اعطاني النظرة الثاقبة. اللي وش تبي انت؟ طريق. واحد يموه واحد يضرب يلا. اتوقع انه بيشوفني الحين يعني المفروض. يعني شكلك يا سكلتن يا حيوان يا اخي خلنا ناخذ الجولد. يا الحقير. وين قولوا لي؟ شافني الظاهر لاني اسمع صوته. هو جاي شاف شاف. وين 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 انا 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 سكرت على نفسي ترى يعني بس ما شوف ترى ما يقدر إنه شوف هو في حركه بس انها شوي مخاطره ترى احنا ما نقدر نطق بعض صح؟ انا ست قلوب ترى انا اي سمايلي انا وياك نقدر نسويها. تلعب كول اوف ديوتي صح؟ تعرف نظام 3 2 1 ايوه تبي تسويها؟ اوكي من فوق يعني اي انت من اليمين مثلا وانا من اليسار ولا انت من اليسار وانا من اليمين كل واحد اصلا اروح طيب. اليسار خلاص يلا 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 خذ امشي شغل 3 2 1 ونط عليه. ها ادبج ابوه اللي جابه بعد دام انه احنا لقينا جولد اساسا ف اصلا عادي يعني تستاهل. سديت انا ولا لا؟ خلاص الحين سديتها انا جاهز متى ما جاهز ترى. يلا يلا هو قاعد يحاول يسبح من المويه ترى. لا لا انا قاعد يوديك توديني المويه يا رجل. لا لا انا لا يرقى من المويه. ابو شوف وين ابو شوف وين انا بشوف وين. دقيقه وين راح؟ والله ودك كذا يخوفني فجاه ويطلع علي. وين راح وين راح؟ انا شوفه انا ما اعرف وين راح. مين بطل مغوار حقنا يطب؟ يلا اصبر انا هو شوفه شوفه شفت شفت هنا شفت هنا شفت هنا انا اشوفه هذا هناك شوفه ورا البلوك كي تنط عليه وتدبج. ايه سمايلي شوفه ورا البلوك على طول ننقز عليه ونسطره. والله 16 جول. انا الحين ما استوعبت المكان لحظه.
اشوف رجوله انا ترى حتى انا اشوفه. يمديكم تنزلون من عند المويه وما اقدر ادخل عليكم. لا يقدر يعني يقدر, يقدر يطلق علينا يا رجل. اوكي تشوفه اسماعيل. لحظه لحظه والله اشوف حتى في جولد هنا على اليمين بعد. ايه وين هو؟ اوه راح 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 ايه شفته؟ راح 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 ايه ها يلا 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 3 2 1 نط علينا نط علينا. في احد يقدر يجي من عند الماء؟ يلا 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 اوف اوف ها ها ذبحناك يا حيوان. ها شوف نقص لي نص قلب. كم نقصك اسماعيل؟ نص قلب. انا قلب واحد. انا نص قلب من النقزه الظاهر بعد نقصني ما نقصني منه. انا كنت قلت ارجع. طيب شوف من عند المويه لكن يلا. ايه في جولد هنا نبي بك ايرون وفي جولد هنا بعد. اصبر خلني اسكر المويه. والله ما بيموت انا برجع او ايرون. هذا عندي حبه ايرون ترى اللي يبي. يبغى نسوي بيك ايرون ترى. ايه لازم نسوي بيك ايرون. اصبر خليني اطلع من هنا. هنا في ايرون بعد. والله عند الظاهر ظاهر ان مؤونة الايرون عندنا كويسة. اربع حبات هنا الظاهر ما ادري. طيب نسوي لنا بيك؟ لازم نسوي بيك عشان وين الايرون عشان نجيب نشيل جولد. وفي الدايموند. شفتوا الدايموند طيب اللي تحت ولا لا؟ وين انا ما شفته. دايموند هنا شفته. بس انه مكانه خطر جدا. شوفه ورا هناك. شوفه. اوه انت من اللابا. اوه واكيد تحت لابا ف... وفي ريد ستون. لازم نسوي باكت. واو ريد ستون شنو نقدر نشتري. طيب اوكي اوكي شوف شوف انت معك ال 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 شوف شوف ترى في جولد هناك سمايلي شفته اللي ورا. بس ما معي ايرون. اي 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 يبغى لا. طيب انت معك الكرافتنج؟ كم واحد كم معك من ايرون؟ ما معك الكرافتنج؟ ما حد جاب كرافتنج؟ لا كرافتنج انا بس سويت. لا لا سويت يلا. طيب شوف حطيت فحم انا. طيب اوكي هذا الايرون. لا لا عندنا مؤونة ايرون كويسة ترى. يبغى لنا شوف يبغى لنا نسوي باكيت ولا انه ايوه والله تصدق نقدر نقدر نمشي لل ترى المويه ما تلعب ترى انا ما مجربها يا رجال. شوف سدينا خلاص وش اللي ما تلعب. هذا الدايموند هنا ترى انت. طيب انت من تحت انتبه. ماني مكسرها. ما معي اصلا ما معي بيك. اوه صح تبي من اللوفا خطر. سويت بيك. طيب مين سوى بيك؟ انا الحين سوي. يلا يلا. طيب اوكي هذا البيك. بسم الله رعب. شفت ها شفت لحظه كذا. ما ادري. فك المويه عادي فك الحين. ليش؟ عشان كيف لو طاحت. طب ابعد ابعد. طيب ابعد انت. تعال اي لا تخاف تخاف. فك المويه عادي عشان ايش لو كان تحت الدايموند لافا ما وصل. تطفى الا لو وصل. سوي بوكيت مويه. اوكي تمام. اول واحده قلت انت لا توقف على الثانيه. لا 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 اصبر. يلا يا رب ما تروح. كفو ثنتين ها حبتين بس. يلا مو مشكلة اسوي فيها سيف. السيف المغوار سيف. صح. طيب بس جمع الجولد اللي موجود هنا. يلا جبت الجولد عشان نقدر نجيب. اوه في جولد هناك بعد ورا. يلا تفاح. نجيب تفاح. اوه لا لا لا, لا, لا. ودك الحين اطيح بالغلط و من جد بضحك عليك. طيب اثنين الحين هناك ما في شيء ولا اسمايلي. شوف هنا في جولد. السيزون الماضي طب علينا زومبي من اللاج متنا كلنا في لحظه واحده كذا وبدون ما ندري. انا وعزيز واتوقع ما ادري نسيت تيم فيصل يمكن. هنا في ايرون. سكيلتون اسمع صوت. انتبه. سكيلتون انسان ترى. يما روحت احس بك سكيلتون.
بقينا زيادة 6 حبات. اوه ايرون هنا في كيف و اوه تعال 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 شوف بالله شوف شوف الايرون اللي هنا شوف الايرون اللي هنا ايش كثره شوف الايرون ايش كثره هنا مغري شوف ايش كثره والله ناظر ايش كم حبه اوه دروع كامله الحين يلا يلا اي مدينا نسويها والله ان شاء الله ان شاء الله ان وضعنا في السلبجة في السليم في السليم والله تصدق الاضافه ذي اللي حطها سراب هو اللي مسوي المود ذا كله لا اتوقع ما ادري اعرف انه سوى المود حق النوم اللي يخليك ما تنام لكن هذا ما ادري والله مره حلو وش الاضافه الحلوه اللي يقول لك يو ار اتاكينج يور يو اي يو ار اتاكينج يور شو اسمه تيم ميت اها هي شوف هي حلوه ومي بحلوه في نفس الوقت لانه وقت اللخمه تضحك اذا ذبحت خويك بس انه يقهر عرفت تنقهر انه تحس انه يا اخي مو ما في عدل في الموضوع كان اتوقع السيزون الماضي كانت بعد موجوده انا عندي ترى البا عادي تضرب خويك اي هين البو عاد تطلع شوي تطفش اذا ما تقدر تذبح خويك يعني ما طق عليه بالغلط يعني. بالغلط ما ادري طيب انا معي 13 حبه ايرون 25 حبه انا ايرون يلا يلا اجل قوه اوه اصبر الفرن معي الفرن معك يلا جاي نسويها هنا ولا طبعا عندي فكره تبغى نطلع فوق زياده ترى وين يلا يلا خلينا نطلع طبعا عاد نجيب الايرون ذاك بس اصبر اي جيبه جيبه ونسوي دروع هنا نسوي دروع هنا يا رجل والله الرعب هنا سكرت نرجع ارجع تراجع لا 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 وين 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 المهم تشوف فجاه انت ما ادري على اليسار الا خمسه انا هو ولا هناك عند المويه المكان ترى شفت فيه سكلتون طب عند المويه ولا على اليسار عند الايرون طب وانا اعطيه خطه 3-2-1 يلا خلنا نرجع من المكان اللي اوه هذا شفته ما يقدر يجي مويه مسكر عليه الظاهر اصلا الايرون ما يستاهل اصلا موت القى كيف ثاني المويه مسكر عليه الظاهر المويه قاعد تدفه اصلا ما يقدر يجي هذا هو شفته احس انه بيطلق علي طلقه الحين دكتور كول مين دكتور كول ايش اسمه دكتور ما ادري ايش جوكر فوزي يلا طلعنا يلا طرقينا فوق يلا يلا مشينا لا صراحة مكان كان ممتاز مرعب بس ممتاز ممتاز ما راح تسرعه هنا اللي يبي اكل يلا معي اكل ها الحين في الليل حنا باقي 4 جولد ونسينا تفاحة ذهبية ذهبية حطيت الايرون هنا 38 يعني تقريبا نقدر نسوي انا وياك يا عادل درع كاملة وسيوف وكل شيء كويس انا شوف انا من رايي ايش نسوي من رايي نسوي اقل شيء انا وياك الشفت اقل شيء مي بغلى ونفس الفائده ولا كيف هي الشست اهم واحد اهم من الشست اهم شيء الشست اهم شيء اهم من الراس والسروال انت عندك السيف المغوار لا بعطيه سمايلي انا لازم يكون مدرع اي عطى المدرع حقنا مدرع حقنا لا تموت في احد يبغى يسوي فلنت ستيل ولا ما هيت فيت ترى مره احسها يا اخي يا انك تستعمل سيف يا انك تستعمل اي يا ان هذه يا هذه ما يستعمل لازم يصير معك بوكت مايه بعد عشان اذا جبت العيد بنفسك هذا وهذا اذا انقصت قلوبك جبت العيد خلاص ف يتهيالي يا اخي ولا هذا قاعد يروح بسرعه طيب هي اوكي يلا تصدق عادل بنسوي دروع كامل الحين انا اقول بعد ما نخلص هذه نطلع فوق نمشي يعني ايه عشان هيبانا. لازم ندور الافرق الثانيه ترى ولا تبون ان من جد نصير دبابات كل واحد فل ارمر هو لو نطب على كيف ثاني بس اي هو الفكره ان نروح كيف ثاني لانه هذا اتوقع اخذنا اللي فيه ما رحنا الجهه الثانيه تصدق الا مسدوده اوكي
هذه كانت مسدودة نفس الشيء بس إن حفرنا أبوها. طيب ها وش السالفة؟ أعطي تكفى الكول اللي طاح. شكرا. ستة سبعة ثمانية. معي سهمين. أنا أقول ننزل للسكلتن المدرع اللي تحت. إيش رأيكم؟ أنتم من حالكم أنا من دخل. هو لو طوح طوح يلا شوف طوح هو لو طوح اسمع لو طوح دروعه أوكي بيكون شيء لو طيح شيء من المعين ما أنا ما يفيد الجولد عادل. سمعت إنه أقوى شيء في اللعبة بس إنه أكثر شيء أسرع شيء يخلص. ما أدري أتوقع القوة بس بالتولز بكاكس وهذه أسرع واحد. ايه اما السيف نفس الستون نفس الخشب. لا 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 يا عادل كاملة دروع ان شاء الله كاملة مدرعات بس بقينا اربع حبات دائما توسر كل شيء تمام ويمدينا نسوي انشانت. انشانت لازم ما أدري. لازم كتب وجلد. ايه عادي نلقى في اللي راح سوينا. مين معه جلد؟ انا ذبحت كم بقرة. انا معي اربع. ايه اوكي كويس. شراب وسخ. يا اخي تدري ايش اللي بيطلع حلو؟ لو تقدر تسوي هلمت او مثلا اي ارمر جلد مع ايرون في نفس الوقت. هذه في مود لا. اي احس يا اخي انا ما كنت ادري هذا احس يطلع حلو ترى. ويلا نمو الضحك اللي بيقوم لو بيطيح علينا كريبر الحين نتفجر كله. يا الله وش اوكي يا ولد وين السروال؟ يا اخي لا تهايط. يا اخي سبحان الله فرق كبير بين ابو الهرج قبل التسجيل وابو الهرج وقت اللعب. يا الله هو منحوس كذا عرفت هدوء ورهيبين وحبيبين وقت هذا ودك تذبحهم تذبحهم صدق بعد مو في اللعبة. شوف سمايلي الجهة هذه اللي اليسار اتذكر انه كان فيها زي الكهف بس كان فيها الظاهر كان فيها صوت سكيلتون. طب الحين في صوت يمكن الحين راح ما اسمع الظاهر انه سوى ديسبون. مين بياخذ البك خرافيه اي بك الايرون. ما في كيف ولا شيء صغير. صغير اوكي سمعت صوت انا هنا وكنت حسبه. اوكي يلا جاي الصراويل خلنك وياها ماي دارلينج. اوكي طيب والسيوف طيب تبي سروال ولا سيف حدد. كل النظام يا سروال يا سيف. الدمج حق السيف الايرون اقوى من الخشب من الستون كثير ولا يعني الايرون ايه احس ما في فرق مره كبير بينهم يعني هو شوف لو تطور الستون لا لا في سيوف في يصير اقوى من الايرون. في سيوف ترى الله اشتغلت الموسيقى الحين يلا خلينا كذا نسمع. الله طلع الفجر يا عيال طلع الفجر عيال. خذ عادل البس ايه يا ولد والله كان برد. لا في سيوف في كل شيء حلو عشان نبى نروح نطب على القبائل الثانيه يا ولد نسوي شافل.
والله لا لا ما ايش شاف المينيا وشاب